الفقر يرد على منتقديه اليوم، وماضي رفع الحصانة بيد المجلس لا النيابة التمييزية. طرابلس بين ناري أهلها. اشتباكات في مصر أمام قصر الاتحادية. صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية. بين الجبل والباب تعرت البلاد مجددا، وجمر الخلاف السياسي انكشف أمنيا من تحت رماد تهدئة هشة فجرتها مجموعة تلكلخ التي سيتسلم لبنان جثث أفرادها من السلطات السورية على دفعات، بحسب ما تبلغ وزير الخارجية عدنان منصور من السفير السوري علي عبد الكريم علي. واقعة تلكلخ لم تستطع حجب الأنظار عن واقعة الحريري صقر وتهريب السلاح إلى سوريا، مضافة إليهما جوقة المطالبة بمحاسبة الأمين العام لحزب الله على إرساله مقاتلين إلى أرض الجهاد السورية. كذبة أطلقها المستقبل والرابع عشر من آذار وصدقوها، علما أن أدبيات السيد وخطاباته منذ بدء الأزمة لم تلحظ اعترافا لا بالصوت ولا بالصورة بإرسال مقاتلين، وجل ما تحدث عنه كان عن قرى يقطنها لبنانيون عند الحدود اللبنانية السورية وأهليها ينتمون إلى حزب الله ارتكبوا معصية الدفاع عن أنفسهم وبيوتهم. وفي إطار آخر، إذن يعقد عضو كتلة المستقبل النائب عقاب صقر مؤتمرا صحفيا اليوم بعد اعترافه بتزويد معارضين سوريين بالأسلحة عقب تسجيلات أثبتت ذلك، وأفيد بأن صقر سيرد على منتقديه ويقدم حقائق عن تورط البعض منهم في سوريا. النيابة العامة التمييزية ترصد المؤتمر الصحفي لصقر، والمدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي يقول في لقاء مع الزميلة نانسي السبع إن التأخير في ملف الوزير السابق ميشيل سميحة تقني. النيابة العامة التمييزية لا تستطيع رفع الحصانة عن النائب عقاب صقر، هذا ما أكده المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي. وفي لقاء مع الجديد قال ماضي: نحن ندرس التسجيلات وسنتخذ الموقف المناسب منها في ضوء القوانين اللبنانية والمعاهدات الثنائية. وعما إذا كان الموقف يصل إلى رفع الحصانة عن صقر، قال ماضي: هذا الأمر ليس من صلاحيتنا، وفي حال ثبوت الدلائل الجرمية نحن نرفع تقريرنا، ومجلس النواب هو الكفيل باتخاذ قرار رفع الحصانة. وإذ رأى ماضي أن مسار قضية صقر طويل، قال: غدا سنرصد مؤتمره الصحفي على أن يضم كلامه إلى الملف إذا اقتضى الأمر. وفي قضية الوزير السابق ميشيل سماحة لا يستبعد ماضي صدور القرار الظني قريبا، إلا أنه قال: التأخير تقني بحت، بحيث يجري العمل على التدقيق في المعطيات والأمر يستغرق وقتا. ورفض المدعي العام الرد على من يطالب قاضي التحقيق في ملف سماحة بالتنحي قائلا: لا تعليق. أما في ملف اغتيال اللواء وسام الحسن فاكتفى ماضي بالقول: لا معطيات جديدة حتى الساعة. وزير الخارجية عدنان منصور يؤكد في اتصال بالجديد أن جثث اللبنانيين الذين قضوا في تلكلخ ستعاد إلى لبنان قريبا بعد موافقة السلطات السورية. أن الدوافع والأسباب والنتائج التي رافقت مقتل اللبنانيين في منطقة تلكلخ لم تمنع السلطات السورية من الأخذ بالاعتبار الناحية الإنسانية حيال هذا الموضوع، حيث وافقت على تسليم أجساد هؤلاء بعد اتصال جرى مع سفير سوريا في بيروت. وبعد أن تبلغت من سفير سوريا موافقة الحكومة السورية على تسليم الجسمين، نقوم في الوقت الحالي بإجراء الترتيبات اللازمة التي ستتيح لنا تسلم الجسمين في أسرع وقت. هل معروف الوقت متى سيكون يعني الموعد؟ إن شاء الله في أقرب فرصة،
في وقت قريب جدا. هل تبلغتم الأعداد الجثامين إن كان يعني كان هناك حديث عن قتلى وجرحى؟ اليوم بين لكم كم عدد القتلى أو إذا كان هناك جرحى؟ أثناء التواصل وأثناء الاجتماعات سنتبين كم هو عدد القتلى. الجانب السوري متجاوب كليا وهو يتحسس إنسانيا في هذه المسألة، ولو أن ما جرى من أحداث جرت على الأرض شكلت خرقا لسيادته ولدولته. في طرابلس اشتباكات بين جبل محسن وباب التبيني، تفاصيلها في تقرير للزميل رامز القاضي. قرار دمشق تسليم قتلة الكلخ إلى السلطات اللبنانية، الفتيل الذي أشعل الجبهة هذه المرة لم يهدئ من روع الاشتباكات الحاصلة بين جبل محسن وباب التبيني وباقي المحاور منذ ليل أمس. فهنا في باب التباني سارت معلومات كالنار في الهشيم أن من وشى بهؤلاء الشبان الذين كانوا ينوون القتال إلى جانب المعارضة السورية هم أشخاص في جبل محسن، معلومات يصفها أهالي الجبل بأنها مجرد إشاعات من أجل تبرير ردة الفعل تجاه أهالي الجبل. وعليه تقاتل الطرفان لساعات طويلة استخدموا فيها الأسلحة المتوسطة والقذائف في معركة تشبه نظيراتها من المعارك السابقة، فيما كان دور الجيش في الساعات الأولى الرد على مصادر النيران ومحاولة احتواء الاشتباكات عبر حاجز أقامه على دوار أبو علي ومنع السيارات من المرور، كذلك الصحفيين بسبب أعمال القنص إلا من أراد المرور على مسؤوليته. منقول للأغلبية الصامتة الله ما حيفرجها حيفلجها، ما معقول هالبلد، لا بقى نعرف نعيش برا ولا بقى نعرف نعيش هون، 30 سنة يشرد. بدك تمرق هلا؟ بين هون، بدي امرق من تحت من فوق ما بعرف، بس بدي اطلع عندي شغل بعكار بدي ارجع على البلد، ما معقول هالبلد يعني 20,000 أزعر بده يحكمها، بدهم ياخذوا اذن من النائب لفوت الجيش، والله عيب. أما حصيلة هذا النهار الدموي فخمسة قتلى ذهبوا ضحية معارك عبثية، فيما تخطى عدد الجرحى 30 توزعوا مستشفيات المدينة. سياسيا المشهد عينه، اجتماع في منزل النائب محمد كبارة لفعاليات المدينة والتباني وغياب ممثل عن الجبل ودعوة إلى قمع الممارسات المسلحة وعودة الاستقرار. يؤكد المجتمعون على ضرورة وقف كل الممارسات المسلحة من كل الأطراف بشكل تام وناجز، والتجديد على الجيش اللبناني والقوى الأمنية القيام بدورها كاملا لحفظ الأمن وحماية المواطنين في طرابلس والقيام بكل ما يلزم لإعادة الحياة الطبيعية إلى المدينة. ثانياً، يؤكد المجتمعون على أن ما يحصل من خلل أمني بشكل متلاحق في طرابلس لن يكون له أي أفق في أي معادلة سياسية أو إقليمية، وبالتالي فإن على كل الأطراف أن تتحلى بالوعي والمسؤولية وأن تعالج المشاكل مهما كانت ومهما كبرت تحت سقف الدولة والمؤسسات. الاستفزازات اللي حصلت بعد المجزرة اللي حصلت بمنطقة الكلخ، والاستفزازات اللي حصلت من منطقة جبل محسن أدت إلى لبعض التشنجات بالمناطق الثانية. وحتى الانتهاء من اعداد هذا التقرير لا يزال الجيش اللبناني يحاول فرض الاستقرار. من طرابلس، رامز القاضي، قناة الجديد. وفد من قوى 14 من آذار يزور الرئيس نبيه بري حاملا مذكرة اعتراض. أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري بحسب ما نقل عنه النواب بعد لقاء الأربعاء عن قلقه من مناخات التطرف والتعصب التي أخذت تسود لبنان والمنطقة، مشددا على وجوب تغليب لغة الحوار والمصارحة الهادئة على الخطابات التصعيدية التي من شأنها أن تزيد الوضع تأزما. بري دعا إلى عدم الانزلاق إلى المواقف التصعيدية والاستفزازية، مؤكدا حكمة الجميع في تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان. وفي سياق انعقاد اللجان النيابية في ظل مقاطعة قوى 14 من آذار واقتراحهم عقد اللجنة المعنية مناقشة قانون الانتخاب في منزل أحد نواب 14 من آذار في ظل الاعتبارات الأمنية المتخذة، زار وفد من هذه القوى عين التيني ضم النواب سمير الجسر، مروان حمادي، إلي ماروني وجوزيف معلوف، ونقلوا إلى بري اعتراضهم على عقد اللجان النيابية. الجلسة مع دولة الرئيس بري مطولة ومفيدة، قدمنا وجهة نظرنا في ضوء المذكرة التي حملناها، واستمعنا أيضا بالتفصيل إلى وجهة نظره، وللحديث إن شاء الله وقريبا صلة.
من جهة أخرى، تلقى بري برقية من الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، شكر له فيها تهنئته بانتخابه أمينا عاما، مؤكدا في الوقت نفسه الاهتمام البالغ بعلاقات الصداقة بين لبنان والصين. وتلقى أيضا برقية من رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح. وتلقى كذلك رسالة من وزير العدل الفلسطيني مازن هنية، شرح فيها العدوان الهمجي الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلية على غزة أخيرا. كذلك تلقى برقية تهنئة لمناسبة عيد الاستقلال من نظيره الأرمني هوفيك إبراهيميا. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يلتقي نظيره الإيطالي في روما، والأزمة السورية خيمت على المؤتمر الصحفي المشترك. تقرير من العاصمة الإيطالية للزميل باسل العريضي. بعد فرنسا، دعم أوروبي جديد للحكومة اللبنانية، وهذه المرة من إيطاليا. في مقر رئاسة الوزراء الإيطالية بلاتزو كيجي، رحب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي بنظيره نجيب ميقاتي، واصفا إياه بأنه يمثل نموذجا للحوار، وأكد التزام بلاده سيادة لبنان واستقلاله. كما طالب مونتي بكشف مرتكبي جريمة اغتيال اللواء وسام الحسن في أسرع وقت وتسليمهم إلى العدالة. وفي ختام اللقاء الذي استمر قرابة الساعة، عقد مؤتمر صحفي مشترك أعرب فيه مونتي عن تقديره للمسؤولية التي تعبر عنها القوى السياسية لرد تداعيات الأزمة السورية. من منظوري تحقيق طلب حقوق المسؤولية للقوات المسلحة اللبنانية في مسرح عمليات يونيفيل، ووفق ما يوصى عليه قرار لجنة رقم 1701، فإن إيطاليا تؤكد يتبعها ودعمها للتنظيم الستراتيجيك كونفرنس المؤتمر لصالح القوات المسلحه اللبنانيه تحت رعايه يونيفيل والامم المتحده. والجنرال سيرا يفكر يعمل على تشجيع هذه المبادره. الرئيس نجيب ميقاتي شكر من ناحيته الدور الإيطالي في اليونيفيل، داعيا إلى المساهمة في تعزيز قدرات الجيش اللبناني من خلال الخطة الخمسية التي وضعتها الحكومة. السيد رئيس الوزراء على الواقع اللبناني من حيث الوجود من العدد الكبير من النازحين السوريين إلى لبنان، وأعلن له عن الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية طالبة منه المساعدة كإيطاليا والمساعدة داخل المجتمع الأوروبي لدعم لبنان بهذا الموضوع. خلال اللقاء أيضا تحدثنا عن الواقع في سوريا، وأكدت للسيد مونتي عن موقف الحكومة اللبنانية بسياسة النهي بالنفس ودعمت كل اللبنانيين لأخذ هذه السياسة بعين الاعتبار وترجمتها قولا وفعلا. من جهة ثانية، أشار ميقاتي إلى أن البحث تطرق إلى المواضيع الاقتصادية وضرورة تعزيزها ومساعدة المصدرين لمعرفة متطلبات السوق الأوروبي هذا، وطلب الجانب اللبناني كذلك باستكمال تطبيق الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، خصوصا لجهة ما التزمت به إيطاليا في مؤتمر باريس 3. مرة جديدة يترجم الإجماع الأوروبي في دعم سياسة النائب النفس، وبدت واضحة المساعي الأوروبية تجنيب لبنان تداعيات الأزمة السورية من خلال دعم الحكومة الحالية. من العاصمة الإيطالية روما، باسل العريضي، قناة الجديد. تجدد الاشتباكات أمام القصر الرئاسي في مصر، والإخوان يدعون جميع المتظاهرين إلى الخروج من الشارع. تجددت الاشتباكات العنيفة في محيط مقر الاتحادية الرئاسي مساء بين مؤيدي الرئيس المصري محمد مرسي ومعارضيه، استخدمت فيها الحجارة والزجاجات الحارقة، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى. وقد تدخلت شرطة مكافحة الشغب المصرية في محاولة لفض الاشتباكات، فيما تواصلت المواجهات بين الطرفين في الشوارع المحاذية للقصر الرئاسي. من جهة أخرى، أفاد مراسل فرانس بريس أن متظاهرين مناهضين لمرسي أحرقوا مقرين للإخوان المسلمين في مدينتي الإسماعيلية والسويس في شمالي شرقي البلاد، فيما دعت جماعة الإخوان المسلمين جميع المتظاهرين المؤيدين والمعارضين إلى الانسحاب من محيط القصر الرئاسي بشكل متزامن، والتعهد بعدم العودة إلى هناك نظراً للقيمة الرمزية للقصر. وكان أنصار مرسي نزلوا إلى الشارع بدعوة من جماعة الإخوان المسلمين في تظاهرة تحت شعار دفاعاً عن الشرعية، رافضين محاصرة المعارضين لقصر الاتحادية، فأقدموا على إزالة خيم المعارضين لتبدأ المواجهات. سيا
سياسياً، استقال ثلاثة من مستشاري الرئيس المصري احتجاجاً على الأزمة التي تقسم البلاد بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، فيما أكد نائب الرئيس المصري محمود مكي أن الاستفتاء سيتم في موعده المقرر على مشروع الدستور. نتوافق على المواد بوثيقة مكتوبة تجمع القوة دي ويلتزم بيها القوى السياسية المؤيدة والمؤازرة للنص بأوضاع أو بوضع الحالي أو لمساواة الدستور كاملة، ويلتزم جميعا بالانضمام إلى طلب تعديل النصوص في أول جلسة برلمان طبقا للدستور المستفت عليه. من جهتها، حملت المعارضة المصرية مرسي المسؤولية الكاملة عن العنف في مصر في مؤتمر صحفي مشترك جمع محمد البرادعي وحمدين صباحي المرشح السابق للرئاسة وعمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية وأقطاب أخرى من المعارضة. الدم البريء المصري الآن عند أسر الاتحادية دليل على أن محمد مرسي يفقد أخلاقيا أي شرعية لأن يقود هذا البلد في هذه اللحظة. وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تحذر سوريا من مغبة استعمال الأسلحة الكيميائية واستمرار القصف والاشتباكات في مناطق عدة. شن الطيران الحربي السوري غارات جوية على مناطق في ريف دمشق، وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن اشتباكات في محيط بيت السحم وفي بتة سقبة شرقي العاصمة السورية، إضافة إلى محيط مطار عقرب العسكري. وتستمر الاشتباكات في محيط وادي الضيف المحاصر منذ سيطرة المقاتلين المعارضين على معرة النعمان الاستراتيجية في تشرين الأول أكتوبر الماضي، ما سمح لهم بعرقلة إمدادات القوات النظامية المتجهة إلى حلب. وفي شرقي سوريا، حيث يسيطر المقاتلون المعارضون على مناطق واسعة قرب الحدود العراقية، تعرض حي الحامدية في مدينة دير الزور للقصف بالطيران الحربي بحسب المرصد. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن وحدات الجيش السوري واصلت ملاحقتها إرهابيي جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في ريف دمشق، مشيرة إلى تدمير عربة مزودة مدفعا من عيار 32 مليمترا وثلاث دراجات نارية وسيارة فان بما فيها من إرهابيين في بلدة العتيبة. سياسيا، أعربت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عن قلق بلادها من إمكان استعمال النظام السوري الأسلحة الكيميائية. مبعث قلقنا هو أن نظام الأسد الذي يزداد يأسا قد يلجأ إلى الأسلحة الكيميائية وقد يفقد السيطرة عليها لصالح واحدة من الجماعات الكثيرة التي تعمل الآن في سوريا، وهذا سيكون تجاوزا للخط الأحمر وسيحاسب المسؤولون عن ذلك. إلى ذلك، وقع الهلال الأحمر الأردني اتفاقية مع الهلال الأحمر القطري تتضمن معالجة جرحى سوريين في مشافي أردنية مجهزة تجهيزات طبية كاملة ولديها استعداد لاستقبال هؤلاء الجرحى ومعالجتهم وتوفير العلاج الفوري للحالات الطارئة فور وصولهم من سوريا. وبموجب الاتفاق، يقدم الهلال الأحمر القطري مبلغ $1,000,000 تبرعت بها جمعية قطر الخيرية. بعد الإعلان، هزمه الموت. من جديد، رئيس الجمهورية ميشيل سليمان يقدم واجب العزاء بوفاة البطريرك هزيم، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعز إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعلان يوم تشييعه يوم حداد وطني. 33 عاما في سدة الكرسي البطريركي الأرثوذكسي على انطاكيا وسائر المشرق، جعلت من البطريرك أغناطيوس الرابع عشر ابن 92 عاما بطريرك العرب، كما لقب عام 88 يوم رأس الوفد المسيحي إلى المؤتمر الإسلامي في الطائف في السعودية. أبصر النور في بدلة المحردي في حماة السورية عام 20، وأغمض عينيه في مستشفى القديس جورجوس في الأشرفية إثر إصابة بجلطة دماغية. ولد البطريرك 57 بعد المئة حبيب هزيم، وهو البكر في عائلة مؤلفة من 8 أفراد، سيما شماسا عام 41 باسم القديس أغناطيوس الإنطاقي. انتخبه المجمع الإنطاقي المقدس عام 65 مطرانا على أبراشية اللاذقية،
وفي 2 تموز عام 1979 انتخب بطريركا على انطاكيا وسائر المشرق خليفة للرسولين بطرس وبولس على كرسي مدينة انطاكيا، ونصب في الكاتدرائية المريمية باسم أغناطيوس الرابع ليحمل هموم الأرثوذكس في أنطاكيا وسائر المشرق على أكتافه. واليوم محمولا على الأكتاف وصل جثمانه إلى كنيسة مارين أولى الأشرفية حيث سجي في الكنيسة. الدفن ما تقرر بعد، ولكن الذي سيحصل الآن أنه السادة أعضاء المجمع الأنطاكي المقدس المطارني بيلتئموا برئاسة أقدمهم رسامة اللي هو المطرانس بيريدون خوري مطرانس زحلي، ومن ثم بيعينوا قائم مقام البطرك يعني لكي يسير الأمور بانتظار انتخاب بطريرك جديد، ومع الوقت بيقرروا إمتى بتكون جلسة الانتخاب. والأكريم جينا إلى هنا لأنه شيء طبيعي أن الآن نجتمع الأرثوذكسيين لأنه فقدنا. هل من توصيات من روسيا اليوم في هذا الإطار؟ نحن لازم علينا أرثوذكسيين نكون سوا في كل الأحوال. إن شاء الله بكرة يجي الخلف يكون يعني على الأكيد يكون بزيت الكاليبر يعني، وإن شاء الله خير للطائفة، وخاصة فقدنين اليوم بتعرف الأوضاع بسوريا للرعية هناك اللي هو كان موجود بيناتهم وما يقبل إلا يضل معهم. ماذا سيتغير في الأزمة السورية في ظل غياب البطريرك هزيل؟ لا، لن يتغير شيء، هذا أمر آخر، لأنه الكنيسة موقفها ثابت بالنسبة لهذه المسألة، يهمها وحدة سوريا، يهمها الاستقرار في سوريا، يهمها وحدة أبناء سوريا، وبالتالي هذا موقف ثابت. مثلوا البطرك هزيل وسيمثلوا أي شخصية أرثوذكسية تتبوأ رأس الكنيسة الأنطاكية. البطريرك الراحل هو أحد الرؤساء السابقين لمجلس الكنائس العالمي وأحد مؤسسي الرابطة العالمية للشباب الأرثوذكسي. كان أول من استحدث البرامج الدينية الأرثوذكسي في راديو بيروت، ألف كتباً عدة وله عدد من المقالات المنشورة بالعربية والفرنسية والإنجليزية في التاريخ واللاهوت. خلف البطريرك هزيم البطريرك الياس الخامس، فمن سيخلفه ومن سيكون البطريرك القادم على أنطاكيا وسائر المشرق الذي يعاني ما يعانيه من أزمات وتحولات تطاول جميع الأديان والمذاهب والأعراق؟ نحن أيها الأحباء نطلب إليكم أن تصلوا من أجلنا. مهزلة جديدة، دولة بلا سكة حديد تعين مديرا للسكك الحديد. نحن في قطار متوجه من بيروت إلى الشام. عرضت قناة الجديد في شهر أيار من العام الماضي سلسلة تقارير عن النقل المشترك في لبنان وعن الزمن الذهبي الضائع لسكك الحديد التي أكلها الصدأ والإهمال فتحولت إلى أطلال. كانت التقارير محاولة لتذكير الدولة في حال تنفع الذكرى بمسؤولياتها تجاه المواطنين اللبنانيين الذين يحتاجون عملانيا إلى سكك الحديد والنقل المشترك لتسهيل حياتهم وتنقلاتهم كما هي الحال في معظم دول العالم. والله يا أستاذ رامي، لو كانت القصة بعد ماشية عنا بسكة الحديد كان لازم نكون نحن أحلى ترين عنا حديث اليوم. كانت الرسالة واضحة بضرورة إحياء سكك الحديد وترميم المحطات ووضع قطار الإصلاحات على السكة التي تخرج البلاد من النفق، لكن لم نتوقع في قناة الجديد أن تستجيب الدولة سريعا إلى هذه الدرجة. هي المرة الأولى التي يحسب فيها للدولة تحركها السريع بعد عام ونصف فقط للعثور على حل لمشكلة النقل المشترك، وعبر الحكومة الحالية التي أصدرت قرارا بالإجماع قضى بتعيين مدير عام جديد للسكك الحديد. إنجاز لا يمكن إلا الثناء عليه، صار لنا مدير عام جديد لسكك حديد غير موجودة يتقاضى راتبا عاليا من جيوب المواطنين، إضافة إلى موظفين آخرين يعملون في بطالة مقنعة في صيانة سكك وقيادة قطارات وقطع تذاكر غير موجودة وإدارة كافيتريات وحراسة مواقع ومبان لا وجود لها. دولة بلا قطار لا تعتبر دولة. هذه دولة فاتها القطار ومع ذلك لا تتوانى بكل وقاحة عن تعيين مدير عام جديد لسكك حديد غير موجودة. ولما العجب؟ فالوزراء والرؤساء عندنا يحكمون بدورهم بلادا غير موجودة.
أعلنت رئيسة الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية لا فساد ندى عبد الساتر أبو سمرة أعلنت أن لبنان في مرتبة غير مشرفة وسجل نسبة منخفضة هذا العام في نتائج مؤشر الفساد. لبنان سجل مرة جديدة درجة كتير متدنية هالسنة، جاب 30 على 100، أقل من المعدل العالمي اللي هو 43 السنة، احتل مرتبة ما بتشرف 128 من أصل 176. عربيا نحن بالمرتبة 14 على 21، معناتها نحن منتقدم فقط على 7 بلدان، أما كل البلدان العربية الأخرى سابقتنا وسابقتنا بكتير. قطر والإمارات في الصدارة عالميا، إسرائيل البلد العدو سابقنا، قبرص البلد الجار يلي اقتصاديا فينا نعتبر انه بتنافسنا او من المفترض انه تنافسنا، سابقتنا عالميا بموقع متصدر بالصدارة جدا. وفد التقدم في معراب واخبار اضافية في بانوراما محلية للزميلة رونا حلبي. في إطار جولاته على القيادات السياسية، زار وفد الحزب التقدمي الاشتراكي معراب والتقى رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع بحضور النائبة سريدة جعجع التي أعربت عن تفهم القوات لهواجس الحزب التقدمي في هذه المرحلة، فيما شدد الوزير غازي العريضي على ضرورة استمرار اللبنانيين في التواصل لمعالجة القضايا العالقة. وضح للبنانيين أنه هالعلاقة اللي بتربط الحزب التقدمي الاشتراكي بالحزب القوات اللبنانية هي علاقة عميقة، علاقة جيدة اليوم ومكملة بالمستقبل إذا الله بيريد. لا شك أننا مختلفون على بعض القضايا في البلد وهذا أمر طبيعي، لكن أهم شيء هو أن يبقى هذا التواصل قائما بين اللبنانيين وهذا الحوار مفتوحا، لأن بمثل هذه السياسة نستطيع أن نناقش كل قضايانا كل هواجسنا وأن نستنبط أفكارا لتقريب وجهات نظر ومعالجة الكثير من القضايا العالقة. استقبل مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي، حيث ناقشا الأوضاع في طرابلس التي تمر بمرحلة دقيقة وخطرة والمساعي المبذولة لجلب جثث اللبنانيين في سوريا. ومعلوماتنا الأكيدة أنه الجثامين حتجي على لبنان وما بيكفي هالشيء الحقيقة، يعني بدنا كمان الشباب اللي هن على قيد الحياة انه كمان يجوا يتحاكموا في لبنان، يعني هذا حقنا نحن كدولة لبنانية انه يجوا على لبنان ويتحاكموا في لبنان، ومحاسبة من ضلل ومن حرض ومن ارسل هدول الشباب الى حدهم. شددت قوى 14 من آذار في اجتماع الأمانة العامة على ضرورة أن تضع الدولة اللبنانية الحدود المشتركة مع سوريا تحت مسؤولية الجيش اللبناني من جهة والقرار 1701 من جهة أخرى لوضع حد لتدخلات حزب الله الموصوفة في سوريا والانتهاكات جيش النظام السوري للسيادة اللبنانية بحسب البيان. وأشار بيان الأمانة العامة إلى أن نظام الأسد هو من يعمل لإشعال طرابلس للتعمية على تضييق خناق الثورة عليه. إن قوى 14 أدار الداعمة للثورة السورية بكل قواها تكرر مطالبتها الدولة اللبنانية والجامعة العربية والمجتمع الدولي باعتبار حدود لبنان مع سوريا مسؤولية مشتركة وقضية وطنية تتجاوز السباقات الإعلامية والترسيمات الداخلية. تنفذ هيئة التنسيق النقابية اعتصاماً مركزياً تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل، وأكدت الهيئة في بيان عقب اجتماعها أنه في حال عدم إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي نهار الاثنين سيكون نهار الأربعاء الواقع في 12 من الجاري يوم إضراب عام شامل تنفذ خلاله تظاهرة مركزية عند 11 من قبل الظهر انطلاقاً من ساحة البربير باتجاه السراي الحكومي. شركة فيرست بروتوكول تكرم نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية.
كرمت شركة فيرست بروتوكول نائبة رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية الوزيرة السابقة ليلى صلح حمادي التي اختارت لجنة التحكيم منحها لقب أميرة الإحسان، وذلك في احتفال أقيم في صالة السفراء في كازينو لبنان بالتعاون مع مصرف لبنان وبنك عودي وفي حضور وزراء وفعاليات اقتصادية وإعلامية. معالي الوزيرة ليلى صلح حمادي نائبة رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية أميرة الإحسان، تتسلم الدرع من أيدي مارون وفيوليت. ليس سهلا أن يتقبل المرء تكريما على عمل اجتماعي يقوم به، فالواجب الإنساني هو المحرك والقناعات هي الدافع والهدف دائما هو الإنسان. هذا هو شعارنا في مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية، لأننا نؤمن أن السعادة الحقيقية أن تعطي ولا أن تأخذ، أن تستبق لا أن تسأل. أشكركم على التكريم وأخص بالشكر فيوليت ومارون، والفائز هو بنك عودي. مبروك ريموم، مبدع في عمله، رائد في العمل الإنساني، معطاء بلا حدود. هو الوزير الصديق ريموم عودي، وأنا وأنت يا ريمون نمثل العيش المشترك الحقيقي الغالي على قلب شهيد الاستقلال رياض الصلح، ونحن الأسنان من صيدا، وفي صيدا سنبقى مهما طال الأسر فيها. أدعوك الآن لإمتلاء المسرح لتتسلم الجائزة المستحقة. وقد سلمت الوزيرة الصلح إحدى الجوائز لرئيس مجلس إدارة بنك عودي الوزير السابق ريمو عودي، وكانت أحاديث جانبية مع الوزراء والإعلاميين والتقطت الصور التذكارية، وتخلل الاحتفال استعراضات راقصة. بعد الفاصل، الأول على 40 دولة. أهلا من جديد. بعد تحقيقه فوزا عالميا رفع من خلاله اسم لبنان بين 40 دولة، علي حمود مستر انترناشونال في أول مقابلة تلفزيونية نشاهدها معا. لبنان يحتل المركز الأول بين 40 دولة عالمية، والفضل للبناني علي حمود الذي حقق فوزاً كبيراً بحصوله على لقب مستر انترناشونال لعام 2012، هذا ما ذكرناه في نشرتنا الفنية منذ أسبوع. أما اليوم فسنتعرف معاً إلى علي في هذا التحقيق. طلعت أمثل لبنان بهالكومبيتيشن يلي هي مسابقة مستر انترناشونال، مسابقة جمالية وأكثر من جمالية، سائفية ورياضية على كافة الأصعدة. كان في أسئلة بس صح حتى وصلت بالنهاية جاوبت عن ذاكر شو هن الأسئلة. ذاكر شو هن الأسئلة، خبرني إياهم، خبرك شو اللي صار بالأخير. هيك كانت حلوة بعد مسكرة. عم بنقوا آخر خمسة، هن آخر خمسة اللي بينسألوا الأسئلة. صح. فبالأخير نقوا الأول، الثاني، الثالث، الرابع، بعد ما طلع اسمي فكل الجمهور صار لبنان لبنان، بدهم ياني انا ما اطلع بين الخمسه الاخير. كانت كتير حلوه. إيه؟ شو كان سؤالك؟ بقى انسالت قالوا لي اذا خيروك تكون، طبعا كله بالانجلش كان ما في، إيه. اذا خيروك تكون رئيس الاتحاد لشي رياضه معينه او انت تلعب كفرد بهالرياضه المعينه، شو بتختار وليش؟ كثير حبيت السؤال انا لانه معوض على شيء اسمه صعب رياضه منه هيك، وصعب منه هي بالنسبه لاسئلتهم. كان بقى قلت حيلا حدا محلي كان بيختار يكون رئيس الاتحاد لأنه صلاحياته أكتر، بس أنا كنت بختار يكون عم بلعب كفرد بهالرياضة لأنه أنا معود ألعب كفرد بالمنتخب اللبناني لكرة القدم. أه. وبعرف قديش بيأثر اللاعب كفرد على المجموعة كلها. شو حلو. فالكل كان مبسوط وزقفوا لي وهيك، وهون حسيت من دون ما أنطر النتائج أنه أنا لازم أنا اللي أطلع، إلا إذا كان في يمكن تزعبر أو شيء. بقى هيدا هيك كانت مبروك. الأسئلة ثانك يو. يا ريت كان في حدا مرافقني، يعني تمنيت بالأخير أنا وعم بتوج يكون في حدا عم يعطينا العالم اللبناني. نقول للمشاهدين إنه علي حمود هو مش بس وجه جميل ولكن أيضا تخرج من الجامعة. شو دارس؟ صح، أنا خالص ماسترز ديجري بالكمبيوتر ساينس من الجامعة اللبنانية، وكتير بحب شغلي مش شوي،
وبحب الموديلينج بنفس الوقت، فهلا بدي احاول انسق بيناتهم. وراح تفتح بزنس جديد؟ مزبوط. مين خبرك هالخبريه؟ بعرف بعرف. شو البزنس اللي راح تختاره؟ البزنس هو بالويب، كل شيء خاص بالويب سيرفيسز، موبايل ابلكيشنز كمان. كنت عم بفتح هالشيء وعم اسسه وصار اللي صار وطلعت على تايلاند. دارين شاهين، قناة الجديد. ونبقى الآن مع لقطة اليوم. هيك هيك بدوري من وين دخلت؟ اللي بنام لبنان. بعدين؟ إيه بعدين. طولان حزمان. بس غير بطاريه. حط لي وقت. والآن نطلع على أبرز ما جاء في عناوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت تاريخ الخميس 6 كانون الأول 2012. ونبدأ مع النهار. رحل أغناطيوس بطريرك المشرق وكنيسة الحوار. قتلة الكلاخ 14 والمفتي الشعار مهدد. جعجع للنهار، استدراج المعارضة سيفشل. مصر تنزلق سريعا نحو الفوضى. مواجهة دامية بين أنصار مرسي والمعارضة. ننتقل إلى السفير. المعارضة المصرية تحذر من حرب أهلية وتربط الحوار بسحب الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء. موقعة جمل الإخوانية. حماية مرسي من المصريين. المرجع الأمني ينفي تسوية شربل. من يعاقب طرابلس بضحاياها؟ في عناوين الأخبار: طرابلس متروكة للموت، مصر احتراب أهلي. أما في أبرز عناوين الأنوار: بطريرك الحوار والتسامح، المواجهات في طرابلس مستمرة والضحايا 6 قتلى و58 جريحا، المعارضون في القاهرة يتصدون للمهاجمين من جماعة مرسي. في أبرز عناوين الديار: مصر تدخل في أكبر أزمة وانقسام شعبي كبير ومواجهات، 3 قتلى والاشتباكات أمام القصر وقنابل حارقة وإطلاق نار. طرابلس في الأزمة، و14 أذار زارت بري، 9 قتلى و50 جريحا، والمفتي الشعار مهدد بالاغتيال. ميقاتي أكد التزام إيطاليا وجعجع رد على عون. في عناوين المستقبل: ميقاتي يحلل مال الوقف لعبد الرحيم مراد. وفد من 14 أذار يزور بري والاجتماعات مفتوحة لتثبيت الهدوء الحذر في طرابلس. استطلاعات كسروان تهرب ترشيح عون إلى بعبدة. رحيل بطريرك العرب. حاملة طائرات أمريكية قبالة الشواطئ السورية. في أبرز عناوين البناء: طرابلس في قلب النار وتساؤلات حول التهديد بتأجيج اشتباكاتها. روسيا ستزود سوريا بإسكندر الباليستي ردا على نشر الباتريوت. دمشق تسلم جثث الكلخ بدءا من السبت. والسفير علي يدعو القضاء اللبناني لمحاسبة صقر. مستشار الرئيس يقدمون استقالاتهم بعدما فقد شرعيته الشعبية والدستورية. مقتل وإصابة العشرات واستعدادات لاقتحام الاتحادية وطرد مرسي. المعارضة تصر على ممارسة حقها بالتظاهر غدا. البحرين رصاص النظام يهشم وجه مواطن واعتقالات للنساء. في عناوين اللواء: تصدع نظام مرسي، الإخوان والمعارضة في الشارع، قتيلان و211 جريح بكر وفر في محيط الاتحادية واستقالة 3 مستشارين. دمشق داخل النيران وحرب المطارات تحتدم. كلينتون تكرر تحذير الأسد وبان يعتبر استخدام السلاح الكيميائي جريمة. تهديدات جدية للمفتي الشعار وأطلاق النار على أحد أنصار ميقاتي. حريقة تبان جبل محسن 9 قتلى و60 جريحا. اقتراحان بين بري و14 أذار لإحياء المشاركة باللجان. أبرز ما جاء في البلد: طرابلس متفجرة ومفتيها مهدد. كلينتون تحذر الأسد.
أما في عناوين الجمهورية شعار خارج لبنان خوفا من اغتيال ودمشق، تبدأ بتسليم الجثث السبت، حرب مطارات في سوريا، مات بطريرك الاعتدال. في عناوين الحياة قتلى وجرحى أثر فض الإخوان بالقوة اعتصام الاتحادية، ومرسي يرفض التراجع واستقالات جماعية لمستشاريه، مصر اقتتال أهلي ينطلق من محيط القصر الرئاسي، واشنطن تعتبر انشقاق مقدسي تأكيدا لتضعضع النظام، وتضع جبهة النصرة على لائحة الإرهاب، موسكو تلين موقفها الداعم للأسد وترفض بديلا إسلاميا. وفاة بطريرك الروم الأرثوذكس إغناطيوس الرابع هزيم في بيروت، اشتباكات طرابلس ترفع عدد الضحايا وتصيب الجيش. أخيرا مع أبرز عناوين الشرق الأوسط، استقالة 3 من مستشاري الرئيس احتجاجا، قتلان وعشرات الجرحى في معارك شوارع بين معارضي مرسي وأنصاره. مصر معركة مولوتوف أمام قصر الرئاسة، والإنقاذ تحمل مرسي المسؤولية. واشنطن الأسد قد يلجأ للأسلحة الكيميائية بدافع اليأس. أوغلو سوريا تملك 700 صاروخ ونعلم مواقعها. الحر يسيطر على معظم القواعد الجوية في محيط دمشق. كان في النشرة، صقر يرد على منتقديه اليوم، وماضي رفع الحصانة بيد المجلس للنيابة التمييزية. طرابلس بين ناري أهلها. اشتباكات في مصر أمام قصر الاتحادية. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء عند 10:30.